بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة البنين، ترحب بكم ويسر قسم اللغة العربية أن يقدم لكم الدروس المصورة للصف الثالث الابتدائي. بداية عزيز الطالب، كي لا يفوتك أحد دروس المادة، اشترك في قناة اليوتيوب الخاصة بالمدرسة ثم فعل الإشعارات والجرس. مع درس اليوم يا أحباب، هو بعنوان التدريبات اللغوية بعنوان الإضافة، ندرس منه الجزء الأول. بداية عزيز الطالب، نقرأ الهدف الأول، وهو أن يميز الطالب بين النكرة والمعرفة بصورة صحيحة. درسنا قبل ذلك يا أحباب في دروس سابقة عن النكرة والمعرفة. نتذكر سويا أن الاسم في اللغة العربية نوعان، أن الاسم في اللغة العربية نوعان، هما نكرة مثل بيت، صوت، كرة. بيت لم نقل بيت من، صوت من الممكن أن نقول صوت إنسان، حيوان، أسد. صوت، كرة، 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 أي كرة، كرة السلة أم كرة القدم. هناك أنواع كثيرة من الكرة من الألعاب. نكرة لا نستطيع أن نحددها بسهولة. وهناك المعرفة، البيت، ذهبت إلى البيت، هذا بيت محدد، معلوم، معروف لدى محمد، هذا اسم إنسان واسم الإنسان معروف. قطر، هذه بلد معروفة. محمد يا أبطال وقطر، هذه نقول عنها اسم علم، علم لأنها معروف. اسم إنسان أو اسم بلد يسمى هذا العلم، اسم إنسان أو اسم بلد. ضمير، ضمير مثل أنا، نحن، هو، هي، كل ضمائر المخاطب أو الغائب أو المتكلم، سواء أيضا الضمائر المتصلة أو الضمائر المنفصلة، وهذا شيء سوف تدرسونه بإذن الله في الأعوام القادمة. نفتح يا أبطال الكتاب المدرسي صفحة 105 لكي نستنبط قاعدة الدرس استنباطا صحيحا. هنا يا أبطال يعرض علينا بعض الجمل لكي نجيب بعدها على بعض الأسئلة. نقرأ ونلاحظ. من يقرأ الجملة الأولى؟ اقرأ يا خميس. أخذ المعلم كتابا. رأى يا خميس، أخذ المعلم كتابا. جابر، صلى يوسف في مسجد، في مسجد. عبد الله، ركب الرجل سيارة. أحسنت يا عبد الله. نلاحظ يا أبطال لكي نجاوب، ركزوا معي جيدا. السؤال الأول يقول: ماذا أخذ المعلم؟ ماذا أخذ المعلم؟ عبد الرحمن، أحسنت يا عبد الرحمن، كتابا، رائع يا بطل، أخذ المعلم كتابا. السؤال التالي، عبد العزيز، أين صلى يوسف يا عبد العزيز؟ أحسنت يا عبد العزيز، في مسجد، في مسجد، أي مسجد لا ندري، في مسجد، لم يحدد لنا المسجد. السؤال الثالث، ماذا ركب الرجل؟ منصور، أحسنت يا منصور، ركب الرجل سيارة، سيارة، هل حدد نوع السيارة؟ لم يحدد. السؤال الذي تليه، هل عرفت يا بطل أي كتاب أو أي مسجد أو أي سيارة؟ هل عرفت، هل حدد لنا؟ قرأ، أخذ المعلم كتاب، كتاب اللغة العربية أم اللغة الإنجليزية أم أي كتاب؟ هل عرفنا؟ هل عرفنا أي مسجد صلى فيه يوسف؟ هل عرفنا أي سيارة ركبها الرجل؟ هل عرفنا يا أبطال؟ سنتم، لا، لم نعرف، لم نعرف. إذن هذه يا أبطال، هذه الكلمات، كتاب ومسجد وسيارة، هذه الكتاب، هذه الكلمات، نكرة أم معرفة؟ نكرة أم معرفة؟ من يجيب؟ ممتاز، ممتاز يا نايف، هذه الكلمات نكرة، أحسنت. كتابا، أي كتاب لا ندري. مسجد لا ندري. سيارة لا ندري، لم يحدد لنا بدقة. نستكمل في الكتاب يا أبطال لكي نستنبط قاعدة الدرس. يعرض علينا مجموعة أخرى من الجمل. أخذ المعلم كتاب محمد.
صلى يوسف في مسجد المدرسة. ركب الرجل سيارته. نلاحظ يا بطل لكي نجيب على هذه الأسئلة. ماذا أخذ المعلم؟ ماذا أخذ المعلم؟ من يجيب؟ من يجيب؟ جابر؟ ممتاز يا جابر، أخذ المعلم كتابا. السؤال التالي، هل عرفت كتاب من أخذ يا جابر؟ هل عرفت يا جابر؟ نعم، أحسنت يا جابر، كتاب محمد. نعم، عرفنا من الذي أخذ الكتاب هو المعلم. أخذ كتاب من؟ كتاب محمد. جاء بعد كلمة كتاب جاءت كلمة محمد. الكلمة، ما الكلمة التي دلتك على صاحب الكتاب أو مكان الصلاة أو نوع السيارة، سيارة خاصة أم عامة؟ ما الكلمة التي دلتك على صاحب الكتاب؟ من الذي يجيب يا أبطال؟ من الطالب الرائع الذي سيجيب على هذا السؤال؟ ممتاز يا راشد، الكلمة التي دلتنا على صاحب الكتاب أو مكان الصلاة أو نوع السيارة هي الكلمة المضافة للاسم. هنا الكلمة المضافة إلى كتاب هي محمد، هي التي أخبرتنا. ما الكلمة التي دلتنا على المسجد؟ فعلا كلمة المدرسة هي الكلمة التي أضيفت إلى المسجد. ما الكلمة التي عرفتنا نوع السيارة؟ فعلا الهاء سيارته، الضمير، هذا ضمير متصل يا أبطال. من الممكن أن نقول سيارة، لا ندري سيارة من، لكن سيارته أو سيارته أو سيارتهم أو سيارتك أو سيارتنا. هذه يا شباب، هذه تسمى ضمائر متصلة، ضمائر متصلة. ما نوع هذه الكلمة؟ الكلمة المضافة للاسم يا أبطال، الكلمة المضافة للاسم. نكرة أم معرفة؟ محمد هنا يا أبطال، نكرة أم معرفة؟ درسنا في الهدف السابق محمد علم، إذا هذه معرفة. طب نرجع إلى المدرسة، المدرسة هذه نكرة أم معرفة؟ أحسنت، أحسنت يا سعيد، المدرسة معرفة معرفة بأل. الهاء هنا هاء، هذه قلنا ضمير منفصل متصل، قلنا ضمير متصل. أحسنت، أحسنت يا عبد الله، هذه ضمير، إذا الضمير المتصل هنا أو الكلمة المعرفة بأل في كلمة المدرسة أو محمد الكلمة كلمة العلم وهي اسم، إذا هذه الكلمات معرفة. أحسنتم يا أبطال، رائعون. هنا نوضح القاعدة، قاعدة الدرس تقول الاسم النكرة مثال مثل كتاب إذا أضيف إلى اسم معرفة، اسم معرفة سواء إذا كان هذا اسم معرف بأل مثل المسجد أو اسم علم مثل قطر أو ولد أو محمد أو ضمير مثل سيارته أو سيارتنا، أصبح معرفا، أصبح معرفا. هذه كلمة نكرة إذا أضيفت إلى معرفة أصبحت معرفة، لأن المضاف كتاب اكتسب التعريف من المضاف إليه مثل كتاب محمد. لو قلنا كتاب ما لا ندري أي كتاب، لكن كتاب محمد أصبح هذا الكتاب معروفا. كتاب الحاسوب، أحضر محمد كتاب، شكرا. أي كتاب لا ندري، لكن أضفنا بعدها كلمة الحاسوب، كتاب الحاسوب، أصبح هذا الكتاب معروفا ومعلوما لدينا. ينجح عملنا بالتعاون، ينجح عمل، أي عمل؟ عملنا، أصبح هنا الكلام معروفا. أحضرنا كتابنا، أحضرنا كتابنا، كتبنا في كتابنا، لكن كتبنا في كتاب لا ندري أي كتاب. هذه القاعدة موجودة في الكتاب يا أبطال، راجعوها، وإليكم مثال للتوضيح. هنا يا أبطال إذا جئنا بكلمة النكرة وأضفناها إلى كلمة معرفة صار عندنا مضاف إليه، أصبح عندنا مضاف إليه. نكرة مثل صوت، كلمة نكرة، صوت، صوت ماذا؟ صوت.
إذا جئنا وأضفناها إلى المعرفة مثل المعلم، صوت المعلم، أو صوت محمد، أو صوتنا، أو صوتهم إلى غير ذلك، أي ضمير آخر. صوت، هذه نكرة إذا أضيفت إلى معرفة، صوت المعلم. جاء هنا يا أبطال، هنا صوت أصبحت معرفة معرفة بالإضافة، أصبحت معرفة بالإضافة. وأصبحت الكلمة التالية المعرفة هنا أصبحت تسمى مضاف إليه، تسمى مضاف إليه. ركز يا بطل مرة أخرى، صوت، هذه كلمة نكرة، هذه كلمة نكرة، إذا أضيفت إلى معرفة أصبحت معرفة بالإضافة، والكلمة المعرفة أصبحت مضاف إليه. أصبحت ماذا يا أبطال؟ أصبحت مضافا إليه. هنا معلومة يا أبطال، المضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة إذا كان مفردا. المضاف إليه ماذا؟ مجرور، مجرور علامة الجر هذه الكسرة إذا كان مفردا. مثال: شكر الله واجب، شكر الله واجب. شكر، شكر من؟ هذه كلمة نكرة أضيفت إلى كلمة الله، أضيفت إلى كلمة الله. هنا المضاف إليه من؟ الله. أصبحت كلمة الله مضاف إليه ماذا؟ مجرور، والعلامة الجر يا أبطال الكسرة. شكر الله واجب، هذه كلمة الله لفظ جلالة مضاف إليه. ننتقل يا أبطال إلى الهدف الثالث، وهو أن يحدد الطالب المضاف إليه في جمل معطاة بصورة صحيحة. هنا مثال جاء لنا بسؤال في الكتاب المدرسي صفحة 106، جاء بمثال محلول وهو: جاء سالم إلى منزل خالد. حدد هنا المضاف إليه كلمة خالد، كلمة معرفة، أضيفت كلمة خالد إلى كلمة منزل. جاء سالم إلى منزل، أي منزل؟ لا نعرف إلا إذا أضفناها إلى كلمة خالد، وهنا خالد المضاف إليه. من يقرأ الجملة التالية؟ سعدي: استعارت فاطمة قلم الرصاص، قلم الرصاص، أين المضاف إليه هنا؟ أحسنت يا سعدي، كلمة الرصاص هي المضاف إليه. الجملة التالية من يقرأ؟ اقرأ يا سعيد. أثمرت في المزرعة شجرة التفاح، أين المضاف إليه يا سعيد؟ سنت، رأى يا سعيد التفاح، التفاح أضفناه يا شباب إلى شجرة، فهي أصبحت كلمة التفاح مضاف إليه. سافر أبي، من يقرأ يا شباب الجملة التالية؟ اقرأ يا منصور. سافر أبي إلى دولة الكويت، أين المضاف إليه هنا يا أبطال؟ أحسنت يا منصور، الكويت، الكويت، أضفنا كلمة الكويت إلى دولة. لو قلنا سافر أبي إلى دولة لم نعرف المكان تحديدا، فأصبحت هنا نكرة، لكن أضفنا كلمة دولة إلى كلمة الكويت فعرفت كلمة دولة، فأصبحت معرفة بالإضافة، والمضاف إليه هنا الكويت. رائعون. نسأل هنا يا أبطال سؤال مهارات التفكير: حدد المضاف إليه في الجمل، في الجملة الآتية، حدد المضاف إليه في الجملة الآتية: سقط مفتاح باب سطح المنزل، سقط مفتاح باب سطح المنزل. أريدكم يا أبطال أن تحددوا المضاف إليه في الجملة الآتية، وفي الحلقة القادمة سوف نجيب على هذا السؤال، وأنتظر إجاباتكم قبل الحلقة القادمة. انتظر إجاباتكم يا أبطال. حددوا المضاف إليه في الجملة التالية: سقط مفتاح باب سطح المنزل. نغلق درسنا اليوم يا أبطال بهذا السؤال: كيف نجعل الاسم النكرة معرفا؟ كيف نجعل الاسم النكرة
معرفا، كيف نجعله معرفا يا أبطال؟ كيف اسمنا كرام مثل كلمة بيت؟ كيف نجعله معرفا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب؟ محمد، رائع يا محمد، نضيفه إلى معرفة، نجعل اسم النكرة معرفا إذا أضفناه إلى معرفة، مثل كلمة بيت، هذه نكرة، أضفناها إلى معرفة، بيت محمد، هذا معرفة، أصبح معرفا، بيت المعلم أصبح معرفا، أو بيتي أصبح معروفا لدينا يا أبطال، أحسنتم، أحسنت يا محمد. هنا يا أبطال لا ننسى واجب اليوم، هو أن نستخرج المضاف إليه من صورة الناس. افتح صورة الناس يا بطل واقرأها جيدا، قل أعوذ بربي الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اقرأها واستخرج المضاف إليه جيدا. شكرا لكم يا أبطال، قدم لكم حصة اليوم الأستاذ غنيم سعيد، معلم اللغة العربية بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، وجزاكم الله خيرا وطبتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.